السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين المشاركين المحتملين الجدد. ونواصل المواضيع ديالنا فيما يتعلق بالمجال القانوني، ودائما في سلسلة عروض ديال هاد الأيام اللي هي شروط وأشكال ديال إبرام صفقات الدولة، وبالضبط غنهضروا في هذه الحصة وهذا العرض، غنعرضوا موضوع تحت عنوان إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق. إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق، فبطبيعة الحال ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس الشروط المقررة بالنسبة لطلب العروض المفتوح، 15 أيام يوما كاملا على الأقل قبل التاريخ أو قبل التاريخ المحدد لاجتماع لجنة القبول، كي تنشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس الشروط المقررة لطلب العروض المفتوح، 15 يوم كاملة على الأقل قبل تاريخ المحدد قبل التاريخ المحدد لاجتماع لجنة القبول. ويبين هذا الإعلان أولا موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء، ثانيا السلطة التي تجري طلب العروض بالانتقاء المسبق، وأيضا مكتب أو مكاتب صاحب المشروع لسحب ملف الانتقاء، وبالتالي مكتب صاحب المشروع الذي تودع فيه أو توجه إليه طلبات القبول، أيضا المكان واليوم الساعة والساعة المحددين لإنعقاد جلسة القبول، مع التوضيح أنه بإمكان المرشحين تسليم طلبات قبولهم مباشرة لرئيس اللجنة. ونزيد أيضا المستندات المثبتة المقررة في ملف الانتقاء المسبق الذي يتعين على كل مرشح الإدلاء بها. وأخيرا كنهضر على المؤهل أو المؤهلات المطلوب والصنف أو الأصناف الذي يجب أن يرتب فيه أو فيها المتنافس بالنسبة لصفقات الأشغال طبقا للنظام الجاري به العمل. إذن عموما هذا كيف يتم الإشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق بالنسبة لإبرام صفقات الدولة، وكيمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة القيام بانتقاء سابق من المرشحين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع العروض. وبهذا نكون وصلنا لنهاية العرض، على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة، وبالله التوفيق والنجاح.